اه بس في زعلة، في زعلة. طيب تعالوا نشوف، شوف ايه ده بقى اللي بيحصل هنا ده. انا لسه قلت حاجة يا ميدو، ايه اللي كلامك صح؟ انا لسه قلت حاجة، لسه هقول اهو. انا ما قلتش حاجة عن الشعر، انا سايبه لكم الموضوع براحتكم بقى عشان هنختار حد من الشعر النهاردة ونقرا له قراية خاصة في اللايف. يلا اكتر حد هيعمل شعر هنعمله قراية خاصة. ليه متبهدلين؟ هو انتوا انا شايفة بهدلة اهي 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 اهي. دي العصيان، دي هموم، اعباء، مسؤوليات، عقبات، مشاكل. كل العصيان دي رمز لكل الحاجات اللي انا قلتها دي. الشيلة تقيلة يا ميزان، عندك مسؤوليات كتير قوي مش ملاحق. على الاغلب دي مسؤوليات في العمل، العمل للناس اللي بتشتغل، مسؤوليات لستات البيوت طبعا، مسؤولياتهم كبيرة وشغلهم كتير جدا، اذا ما كانش يوازي فهو يزيد شغل الراجل برضه. وانا اعترف. الناس اللي بتشتغل تقريبا عايز تروح شغل تاني، تعبت خلاص، شايفة ان ارهاق شديد جدا جدا بمقابل مش مرضي، يعني هما مش حاسين ان مجهودهم على قد المقابل اللي بياخدوه، فعايزين عمل جديد وشكل فيه عمل جديد فعلا. اسعوا بس، انتوا اسعوا وان شاء الله في عمل جديد. او هتعملوا عملية مثلا، تاخدوا تدريب في حاجة بحيث ان تغيروا المكان بتاعكم، المسؤوليات تقل عليكم شوية. اطلبوا المساعدة يا ميزان، الشيلة تقيلة انتوا مش عارفين تشيلوها فعلا، زي ما انتوا شايفين مش عارف يرفع العصيان من على الارض، دي شيلة اكبر منكم. حاولوا انه تخففوا الاعباء شوية عن نفسكم علشان تعرفوا تكملوا. شايفة قدامي ذا لافرز، مش هرفع الكارت ده لان عريانين مش عايزين مشاكل. ذا لافرز، الحب، في ارتباط، لا الحمد لله رجع، ارتباط بالشريك او في حالة اختيار. الميزان بيختار شريك، اوكي، بس شكل الاختيار ده يعني هي حاجة شكلها في أولها كده بس مش هتكمل. ده للناس اللي بتعرفوا، الناس اللي لسه في مرحلة التعارف. ليه؟ شايفة بعد، مش هيعجبك اللي انت هتشوفه فهتمشي. لا لا شكرا، ميرسي جدا. ممكن يكون البعد ده للناس المرتبطين بالفعل، يعني مش لازم يكونوا في اول تعارفهم. انا حسيت بطاقة الكارت ان هو تعارف من اوله، بس برضو ممكن تنطبق على الناس اللي اوريدي في علاقة. شايفة حد بيدور ظهره وماشي، لكن البعد ده قرار صائب، انت لازم تعمل كده. ليه؟ حاجة من الاتنين، يا اما العلاقة دي بتضرك فهو احسن لك ان انت تبعد عنها، او الشريك محتاج يخاف ويحس بقيمة بعدك فيبتدي يقدرك اكتر. والله اعلم. ده حرمت، انت حابب تنسحب وانسحب وقاعد بتفكر، تفكر لوحدك. الحكيم ده شخص بيحب يفكر لوحده، ما بيحبش، مش ما بيحبش يسمع نصايح حد، بيسمع من هنا بس ما بيستجبش، بينفذ اللي في دماغه فقط. حابب تفكر، انت زعلان من حاجة معينة، منغمس جوه ذاتك يا ميزان، وقاعد مستني تشوف الطرف التاني هيعمل ايه، وافتكر الطرف التاني هيجي لك جري. بصوا اهو، انا اسف حقك عليا، اوكي. يا رب يمشي الموضوع زي ما انا شايفاه كده. شايفة قدامي كمان نجاح. The world، انت شغال على حاجة، انت بتعمل حاجة، او انت بتعملي حاجة، حتى لو في البيت، ست البيت، الراجل اللي بيشتغل، المهام اللي عندك الشهر ده هتكملها على اكمل وجه، اكتمال دائرة، فول سيركل. حاسس بفخر بنفسك؟ اي نعم، احنا ما بنديش لنفسنا الكريدت ده، لازم نسمعه من حد، فانا هو بسمعه لك. الشقاء اللي انت فيه ده نهايته او المردود بتاعه نجاح 100%. انت عامل حاجة ما تخرش المية. الست اللي قاعدة في البيت بتراعي بيتها وولادها، انت عاملة شغل 100%، 100%. دخلي بنفسك وحطي ثقة في نفسك، وانت فعلا بتعملي حاجة معجزة، انت بتعملي معجزة كل يوم. بالنسبة للعمل، اللي بيشتغل برضو في العمل ومطحون بالشكل ده،
انت بتعمل معجزة كل يوم، برافو عليكم وحسوا بالفخر وقيمة اللي انتوا بتعملوه. ما تستنوش ان حد يقدركم ويديكم التقدير ده من بره، ادوه لنفسكم. في حالة في اساس لشيء، انت حاطط حاجة، ناوي تعمل حاجة كده وحاطط لها اساس، الاساس ده ممكن يكون افكار، ممكن يكون خطوات بالفعل، ممكن الحاجة دي تكون اي حاجة، ممكن تكون مثلا قررت انك انت مثلا هتصلي كل يوم، قررت انت هتصوم اتنين وخميس، قررت ان انت هتطلع حاجة لله، قررت انك انت هتبتدي شغل جديد، قررت انك انت هتتعامل مع اهل بيتك بشكل احسن، في حاجة انت حاطط اساسها بس لسه عايزة شغل، بس الفكرة في دماغك. اللي انت هتعمله ده هيضيف ليك توازن حلو جدا لحياتك يا ميزان، انت اوريدي شوف طلع لك الميزان وانت ميزان، هيزيد التوازن عندك. صورة حلوة جدا زي ما انتوا شايفين، شمس طالعة وبحيرة وحاجة في منتهى الجمال، يعني انت فعلا عايز الكمال. في ارتباط واضح، الميزان في حالة حب وفي حالة ارتباط، لكن واضح ان في بعد او في فراق بيحصل، وانت حابب ان انت تنسحب شوية وتفكر لوحدك، وده قرار صائب يا ميزان. الشريك هيحس بالغلط بتاعه، هيبتدي يقرب وهيبتدي يصدق. تمام. الشريك لما هيشوفك انت بتبعت وتديله ظهرك وابتديت تفكر وتقيم العلاقة، هيحس بغلط وهيجي ويقدم اعتذار وهيبتدي يصالحك ويرجعك ليه تاني. شيلتك تقيلة جدا يا ميزان، الارهاق واضح واضح واضح، مفيش يعني انت فعلا مش قادر خلاص، الاعباء زادت عليك جدا، حاول تساعد نفسك شوية، شكلك هتدور على عمل جديد وبإذن الله هتلاقي عمل جديد. حاطط الاساس لشيء كويس جدا جدا. باظ التاني، اللي بيقول لي انت مشركه بالله ده، يعني استغفر ربنا والله يسامحك بس كده. حاطط اساس لحاجه وان شاء الله الحاجه دي هتضيف لك توازن كويس جدا عندك يا ميزان، قرايتك حلوه قوي قوي قوي. تعالوا نشوف بقى الحاجه العاطفيه اخبارها ايه. اوكي الصوره راحت. طب يا جماعة معلش، هو الانترنت بس حصل فيه حاجة، ممكن تخرجوا وتدخلوا تاني؟ الصورة عندي مش كويسة لأن أنا شايفاه كويس، والناس بتكتب كومنتس، واصلة لي كومنتس عادي خالص. ها يا دينا ربنا يخليكي، ما سبتيني منه، بس لازم برضه أقول له حاجة، لازم يعرف إن اللي قاله ده حرام، هو أخد ذنب مش أنا. إن حد شفت لي في حياتي، ممكن أعرف مين وإزاي أعرف؟ احمد اللي انت بتتكلم عنه ده مش طارو خالص، ما اقدرش اقول لك مين وازاي. الطارو حاجه فيها اجمال، يعني فيها حاجات تتكلم ان جنرال اكتر، زي ما انتوا عارفين الطارو ما بيديش وقت، الناس بتسالني امتى، ما اعرفش، ما بيديش وقت، ما بيديش اشخاص ولا حتى نقدر اوصفهم لك، حتى بتبقى حاجه جنرال جدا. ازاي كلامك صح، بشكرك يا ريان، واضحه وبشكرك يا هويده قوي يا حبيبتي يا بنيت بنتي لقمرين. كل الابراج اتقالت يا جماعه وهتتعاد ان شاء الله ابتداء من ديسمبر. فاضل لنا برج واحد بس وهو برج العقرب، ان شاء الله هنقوله بكره او بعده بالكتير. في حقيقي فعلا حصل معايا ودورت على شغل كتير. طيب يا رو استمري استمري، دوري او حاولي تاخدي حاجه تمرين في حاجه، بحيث انك انت تترقي مثلا، تبتدي الشغل المتكاتل عليكي ده يبتدي يقل شويه. حبيبتي يا كريس يا روحي، بشكرك بشكرك احمد حسن جدا. اوكي انت عارفه، ربنا يخليكي يا دينا، فانا والله كلامك صح. طب بتعيطي ليه يا نورهان؟ ده قرايتكوا حلوه قوي. اما ازيك يا اما، اما كمان دي صديقتي، ازيك يا روح قلبي، بوسه طبعا ليكي، بشكرك يا دعاء قوي قوي قوي. احكي لك عن الحوت روان، انا حكيت عن الحوت الشهر ده. حبيبتي يا ولاء بشكرك قوي. اتكلمت عن الحوت، الفيديو المسجل موجود في الصفحه، ادخلي شوفيه، كانت قرايه برده متميزه جدا بتاعت الحوت. طيب يلا نشوف الحاله العاطفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي
الميزان عاطفي شوية على فكرة، الميزان عاطفي. الله يا سيدي، حلوة قوي قوي قوي. طيب الميزان كوين اوف كابس، اوكي، ابتدى يقيم العلاقة بعقله، ده منحي العاطفة خالص، او حاسس انه مش وقتها دلوقتي ان هو يقيم العلاقة بعواطف خالص، منحي العواطف وبيفكر بعقله وقاعد واخد حذره جدا جدا. نفسه العلاقة تكون بالقوة والصلابة اللي هو رسمها أو متخيلها، بس عايز أطمنك يا ميزان، العلاقة فعلا قوية، ممكن تكون بتمر بمرحلة فيها شوية تغيير أو أي حاجة من الحاجات دي، لكن هي فعلا قوية. شايف شريكك ازاي؟ انا شايفة انه هو يمكن سلبي شوية، يعني قاعد ما بيعملش حاجة، انت اللي بتعمل كل حاجة، شايف ان انت شايل مسؤولية اكتر منه، انت بتدي اكتر منه، وهو مش عايزة اسميها سلبية، بس عايزة اقول انه مش مدي نفس الحاجة، مش مدي لك الميزان، ميزانك مش مظبوط، وانت كل حاجة عندك بميزان، الميزان عندك مبوظهولك، مش مديلك اللي انت محتاجه. في بقى هو عايز ايه؟ شريكك عايز ايه؟ هو شريكك شكله مش عارف يعمل لك ايه، يعني هو باصص على كورة كده، اعمل له ايه؟ انا مش عارف اعمل له ايه، هو مش فاهم. نفسه يهديك ويروضك، يعني مش يروضك، بصه اهدى يا حبيبي، اهدى، انا كويس والله، انا معاك، انا بس مش عارف اعمل لك، ادي لك اللي انت عايزه، بس انا بحبك، انا ومش عايز ابعد عنك، ونفسي اعمل لك كل اللي انت عايزه، بس فهمني اعمل ايه. تمام، شايفك بتتغير، بتتحول، بص اهو بتتغير خالص عليه، متغير عليه. والله يا ميزان شايفه انه ملوش داعي خالص، الطاقه ما بينكم، بصوا الجمال، انا شديت كارتين عشان اتاكد، بصوا الكارت الاصفر منور ازاي، وده بيدل على الفرص، انتوا علاقتكم مليانه فرص، يعني كل ما تحصل بينكم مشكله بتدوا بعض فرص، والحياه بتديكوا فرص، وكمان معافاه، معافاه وصحوه، لو كانت العلاقه دخلت في حاله ركود مثلا، ابتديتوا مثلا تملوا، وده شيء طبيعي جدا بيحصل في كل العلاقات، كل يوم وفي كل حته، ففي معافاه، في صحوه كده هتحصل ان شاء الله. بصوا بقى اللي بياكد، لان الكارت كمان اكد لي المعلومه دي. اول حاجة هنا في عطاء، بقى هنبتدي ندي شوية في عطاء، افتكر العطاء ده هيبتدي يبان الشريك لو قراءة المجموع الحالة العامة انطبقت فعلا، وانت اديت لشريكك ظهره، هيبتدي هو يجري وراك، ويبتدي هو يصالحك، هيبتدي يقدم حاجات اهو، بصوا هيبتدي يدي لك حاجات، ميرسي يا عمر جدا. وهنا حب، مشاعر جديدة هتبتدي تدخل جواك، وافتكر انت هتستجيب يا ميزان بسرعة جدا للتغير ده وللمبادرة اللي هيعملها شريكك، وهتبقى فرحان بيها جدا، وزي ما تقولوا حبكم هيتولد من جديد، كأنكم بتشوفوا بعض لأول مرة وبتحبوا بعض لأول مرة، وحاجة في منتهى الجمال. الناس اللي مستنيين أطفال، ده كمان كارت الأطفال، ممكن إن شاء الله يحصل حمل الشهر ده، وهيدي تاني، وهيفضل هيستمر الشريك في ان هو يدي لك اكتر، وانت كمان تقريبا انت كمان هتدي له، انت كمان وعلاقتكم زي ما قلت لكم. ايه يا ميانا، لا عايزه استلف ولا عايزه حاجه، ابعد عني. فيها فرص كتير كتير، مليانه فرص، العلاقه حلوه قوي يا ميزان، وصراحه شريك الميزان لازم يكون يعني يحس ان هو محظوظ، قد ايه محظوظ ان هو مع ميزان. الصوره فيها حاجه فعلا ولا كده ظبطت؟ اه ده هي الكاميرا ما كانتش نظيفه بس. اوكي الكومنتات راحت فين؟ الكومنتات راحت فين؟ حد يكتب كومنت كده يا جماعه.
طيب ارجع ارجع تاني. اوكي الكومنتات واقفة، حد يكتب كومنت كده؟ هو الانترنت شغال كويس اهو، امال ايه اللي حصل؟ طب انا هكمل قراية ان شاء الله هي هترجع لوحدها. سوري يا جماعة مش شايفة كومنتاتكم خالص. ولاء او راشد حد بليز يقول لي الصورة حلوة وكله تمام. طب انا مش شايفة كومنتات ليه يا لولو؟ مش شايفة كومنتس؟ مش شايفة كومنتس خالص. ثواني كده انا هكتب اي حاجة. ايوه رجع تاني. اوكي تمام، تعالوا بقى نشوف المجموعة التانية. ويلا ولاء او راشد تسلمي لي يا عبير، طمنتيني. طب كويس جدا يا مسعد، الله يسلمك يا ولا يسلمك يا هبهب، تسلمي لي حبيبتي، بشكرك يا امل قوي. تيجي يا حبيبي الجميل اللي ما عنده حظ. حاتم لا والله ما تقولش كده، لا ما تقولش كده والله، لا الجوزاء مش من الابراج المنحوسه خالص خالص، بالعكس. ايوه يا كاميليا قولي لي حبيبتي، خلاص ظهرت يا راشد، ليه كلام مظبوط، كويس قوي يا نورهان، الحمد لله. طيب اختاروا لنا بقى يا جماعه مين اللي هيقرا، هقرا له قرايه خاصه النهارده. صح جدا جدا على فكره يا مادونا، ميرسي جدا، وكله تمام حبيبتي الحمد لله. ايمان يا رب دايما يا رب، دايما صح وعسوله قوي. بشكرك قوي يا محمد، ميرسي 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 مي ميرسي. طيب المجموعه الثانيه بقى من 1 لحد 10 اكتوبر. تسلمي لي يا مريم ويحفظك ويسعدك يا رب انت كمان، كلام صح جدا، بشكرك يا ماهي. ما قصرتي كفيتي وفيتي يا حبيبتي يا ماريا، ميرسي يا روح قلبي، بشكرك قوي قوي قوي. طب حلو قوي، تعالي نشوف بقى هنا بيحصل ايه للمجموعه الثانيه. ايوه اوكي. عايزه اقول لكم بس على حاجه كده وانا بحط الورق، في واحده يعني من ألذ الناس اللي اتعرفت عليها من خلال القرايات بتاعتي، حابه تهديني بحاجه، هتجيب لي كروت تاروك جديده يا جماعه، انا مش مصدقه نفسي، انا مبسوطه جدا. وكل ده انا اللي مختاراها المره دي، لان امجد اللي جابهم لي زي ما قلت لكم، اللي جابهم لي من المانيا دول انا مش عارفه افهمهم يا جماعه، كروت بالالماني حتى الكتاب بالالماني، فانا محتاجه اترجم الكتاب.